لازم يكون عم بينشغل، او ما هي التوصيات، او شو هي شكل القوانين او المواد القانونيه اللي بتكون عم بتعزز اللامركزيه الماليه لهي الوحدات الاداريه لحتى نحن نكون عم نساهم برفع فعاليتها وبرفع ادائها. شو هي برأيك دكتورة أبرز النقاط اللي لازم نكون عم بيحوي عليها القانون أو أي تعديل قادم لحتى نكون عم نرفع من أو عم نوسع دائرة اللامركزية دون الطغيان على المركزية في بعض الأماكن؟ خوف هلا أحيانا بصراحة، بيكون هلا هو هذا الخوف غير مبرر. يعني كل ما بنحكي عن لا مركزية أو كل ما يتم الحديث عن لا مركزية بصير في توجه أو فكر شعبوي أننا نتحدث عن تقسيم. اللامركزية هو نظام إدارة وليس تقسيم جغرافي للأراضي، إنما إحنا نقول التخطيط الإقليمي. عندما كانت هيئة التخطيط الإقليمي هيئة مستقلة وأصدرت تقريرها، عندما قسمت سوريا إلى 7 أقاليم، هل قسمتها على أساس سياسي؟ أكيد لا، هي بتقسمها وفق معطيات جغرافية وبشرية وموارد طبيعية وخلافه. ونفس الشيء نظام الحكم يختلف من دولة إلى أخرى، قد يكون نظام لا مركزي، قد يكون نظام مركزي. إذا عندما نتحدث عن لا مركزية لا نتحدث عن تقسيم، هذا قول واحد نتفق عليه كلياتنا. ما عم نحكي عن فيدرالية وكونفدرالية وخلافه، أكيد لا، نحن عم نحكي فقط عن كيفية إدارة الموارد وكيفية استغلالها بحيث نستطيع تنمية المحليات وفق الميزة التنافسية بكل محافظة، أو رح حتى نوحد كمان مصطلحاتنا بكل وحدة محلية. لأن إذا بتعرف حسب القانون جزأنا، لأن نحن وحدات الإدارة المحلية وقسم إياها في سوريا إلى 4 جزئيات: المحافظة والمدينة والبلدية والبلدة. فلما بنحكي عن وحدة محلية فنحن بنحكي عن أي وحدة من هذول الأربعة، ما عم نحكي بس عن المحافظات. ميزة النظام اللامركز أو اللامركزية هي أقدر على أنه تعرف مشاكل مناطقها ومشاكل شعوبها، وأقدر أنه هي تعرف كيف تضع الحلول لهذه المشاكل. حتى أنا أعرف مشاكل مناطقي، أعرف أضع الحلول، أعرف كيف أضع خطط مستقبلية لتنمية هذه المنطقة لاحقا. هذا كله بيتطلب يكون في عندي أنا هامش من الحرية بالتصرف في مواردي المالية، وهذا هو غير متاح مثل ما قلنا. كيف لازم نعمل؟ أكيد لازم يطلع في عندنا قانون مرسوم تعديل لمجموعة قوانين، ما عم نحكي نحن عن قانون واحد. مثل ما قلت بالبداية، ما يتدخل في إدارة الشأن المالي في الوحدات المحلية سلسلة من القوانين والتشريعات المتداخلة اللي هي بتعيقها. فيجب أن يكون هناك وضوح بهوامش الحرية المسموح فيها والممنوح فيها للوحدات المحلية. إذا نعطي أمثلة على سبيل المثال، راح أقول طرطوس، جزيرة أرواد، مثال جزيرة أرواد هي جزيرة ما زالت غير معتنى بها، علما الجزر في كل دول العالم هي أكبر نقطة جذب سياحية في أي مكان. لكن طالما ما زالت المشروعات السياحية تدار بذهنية مركزية فأكيد هي ما حتكون ضمن الأولويات. الأهمية لازم تنحطها ممكن تكون كتير بالمناطق الساحلية على سبيل المثال، أو بمناطق شمال شرق سوريا. تنعطى الأولوية للمشروعات البيئية، للمشروعات الزراعية. أبناء المنطقة أدرى يعرفوا بالضبط هن شو بحاجة وكيف لازم يشتغلوا. أما بالمركزيات لما عم تدخل بكل هاي التفاصيل فهي عم تبعد حالها عن التخطيط الاستراتيجي العميق على مستوى المحافظات، وما بتقدر فعليا تتلمس بالضبط وين مواقع الخلل. اللامركزية أو إدارة النظام الإدارة اللامركزية ما بس بياخذ بعين الاعتبار الموارد المالية والموارد الاقتصادية، أيضا العادات والتقاليد والأعراف، التراث الثقافي، الإرث التاريخي، هي كل عوامل بتسهم بمدى قدرة الوحدات المحلية على تنمية مناطقها أو عدم أو الحد من إشكالياتها قدر الإمكان. فإذا إحنا بحاجة يكون في عندي، تفضل. عفوا تفضل كفي، بعتذر أنا الصوت كان بعيد. بس بشكل موجز، إذا نحن بحاجة من أجل ضمان تحقيق القانون لأهدافه المنصوص عليها بمقدمته اللي هي تنمية المحليات، نحن بحاجة ليس فقط إلى لامركزية إدارية، نحتاج أيضا إلى ركنين آخرين، هو اللامركزية المالية واللامركزية السياسية. طالما نحن عم نحكي هلأ عن لامركزية مالية، ضروري يكون في عندنا هامش من الاستقلالية بالوحدات بكيفية الإنفاق، كيفية تأمين موارد، وكيفية تحديد الرسوم والخدمات اللي هي ممكن تقدمها بهذه المحليات. تمام دكتورة، مين بيتيح هذا الهامش؟ هل القانون النص القانوني وحده بيكون كفيل لإتاحة هذا الهامش؟ مهد لحتى انا
أضمن أنه راح أعطي استقلالية. لكن صراحة إذا ما كانت الكوادر المنتخبة أو الأعضاء المجالس المنتخبة لديهم قدرة على التخطيط، لا جدوى من قانون أعطاء صلاحية. وإذا لم يكن بإمكان الشعب ممارسة رقابة شعبية على الوحدات المحلية، أيضا لا جدوى من القانون، لا جدوى من الاستقلالية.